بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب نسألك رضاك والجنة، يا رب نعوذ بك من سخطك والنار، يا رب وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم لا ينقضي هذا الشهر يا رب العالمين بفضلك ورحمتك إلا ونحن معتقين من النار. يا رب اعتقنا وسائر أمة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى سلمه وتقي رقابنا ورقاب آبائنا وذريتنا ومشايخنا وأحبابنا وجميع المسلمين بفضلك يا رب العالمين. أب المسيئين للمحسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وشفع في الجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبول الشفاعة ومرضي المقالة صلى الله عليه وآله وسلم. أقرب الوسائل وأقوى الأسباب لديك يا رب العالمين، تمسكنا بأدياره واتبعنا ملته وسنته وأحببناه أكثر من أنفسنا، ونفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأرواحنا وأموالنا وكل شيء. يا رب يا أرحم الراحمين أقبل ذلك منا. تبسلنا إليك بحبنا لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتفرج كروبنا وتشفي أمراضنا وتحسن خواتمنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها لمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء كتبه وذريته وزواره في الدارين، آمين. بدأنا بالأمس حديث المسيء صلاته، وهو حديث مشهور وله عنوان وهو ولقب، وهو حديث المسيء صلاته الذي دخل المسجد والنبي فيه فصلى ركعتين ثم سلم على النبي فقال له رد عليه السلام، ثم قال اذهب صلي فإنك لم تصل، فذهب وعاد فكرر عليه قال له اذهب صلي فإنك لم تصلي، حتى جاءت المرة الثالثة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير ذلك فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، أنه إذا قام للصلاة يكبر ويقرأ ما تيسر من القرآن، ثم يركع ويطمئن راكعا، ثم يرفع ويطمئن رافعا، ثم يسجد ويطمئن ساجدا، ثم يجلس ويطمئن جالسا، ثم يسجد ويطمئن ساجدا، ثم يرفع ويفعل ذلك في صلاته كلها. هذا خلاصة الحديث. الشيخ يعلق حول هذا الحديث فيقول في الوجه الثالث فيه أيضا من الحكمة معنى لطيف، لأنه لما نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن التسجيع والتفقير في الدعاء، لأنه إذا كان الداعي مشغول الخاطر بتفقير دعائه ذهب منه المقصود من الدعاء وهو حضور القلب، فلم يحصل على فائدة ما أراده من الإجابة لعدم شرط الحضور، فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا رحمة بأمته. يعني النبي كان لا يكره التكلف في سجع الدعاء، يعني عايز يقول بقى دعاء كله نهاياته زي بعض، يقوم يبقى كل همه مش الحضور مع الله، همه ضبط العبادة، تخرجوا بقى من الخشوع. فالنبي نهى عن تكلف السجع الدعاء، لكن لو جاب غير التكلف زي نسألك الفوز عند الحساب ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء،
أيدي أدعية للنبي ونهايتها مسبوعة، لكنها جاية بغير التكلف، بغير تكلف. فإذا كانت بغير تكلف وجت كده معاك خير، لأن المقصود من الدعاء الحضور والخشوع وليس المقصود تحسين العبارة، لأنك بتكلم ربك وربك قال رب قلوب وليس رب ألسنة وكلام. المهم تكلم ربك بقلبك أكثر ما تكلمه بلسانك. الناس تغتر بالعبارة لكن ربك نظر لقلبك. عبارة إيه؟ العبارة هو اللي يلهمك إياها أصلا. كيف أعبر لك عن حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك؟ فحتى مقالك هو من الله برز إليه، وحالك لا يخفى عليه، مش كده برضو؟ فدي الحال. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بأمته عشان ما يخرجوش من الخشوع والحضور مع الله قال لهم لا تتكلفوا تسجيع الدعاء، لأن العرب مغرمة بتحسين لغتها. العرب عندهم غرام شديد باللغة، يحبوا اللغة ويحبوا يعمل لك شعر ويعمل رجز ويعمل ايه، طول النهار قاعدين يغنوا ويتكلموا بلغتهم ويلعبوا فيه. العرب يعني اكثر الامم مهتمة بالكلام وتحسين العبارة هي الامة العربية. ما فيش امة من الامم عندها ادب زي الاداب الايه المتعلقة باللغة زي العرب، لدرجة كان العربي من دول كان يبقى جعان يقول بيت شعر يشبع وينام. ده حقيقي. يبقى خايف في المعركة يقول بيت شعر يبقى صنديد، كأن جاله كده يعني بقى أشجع الشبعان، يعني كان يؤثر فيهم الكلام تأثير كالسحر. والرسول يقول كده إن من البيان إلى سحر. شوف قد إيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث لأمة مغرمة هذا الغرام الشديد باللغة، وعايز يدلهم من حجاب اللغة إلى ربهم. يوم يقول لهم إيه؟ نهاهم عن تقفير الدعاء، يعني تسجيعه. سيب نفسك لربك كده، والعبارة اللي تيجي على بالك قولها، وما تقعدش بقى تحسنها وتغيرها، هي كده حلو. أول عبارة جت على بالك هي دي حلو، هي دي بتعبر عن خاطرك وحالك فعلا. وربك ما يحبش التمثيل، لأن مهما مثلت وهو عارفك من قبلك من قبل ما تبقى موجود، وانت موجود عارف الكلام اللي هيخرج منك قبل ما هتقوله. فهتمثل على مين؟ دي مؤامرة بقى، عايزين ايه؟ يسقوا الإيمان مشروبات كثيرة عشان ما يعرفش يكمل الورد بتاعه. دي مؤامرة. ما انت لازم تبقى برضو حريص وانت بتتعامل مع الناس، فساعات الناس تعمل لك خدمة وهي تقصد من وراها حاجة تانية، والله أعلم. يقول لك ايه؟ المؤمن كيس فاطن، مش كيس قطن. كيس فاطن. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا اللي هو ايه؟ تسجيع الدعاء والتكلف مع الله رحمة بأمتي. والعجيب ان الناس تعجب بالعبارة الحلوة المنمقة، لكن ما تخشش قلبها الا اذا كانت طالعة تلقائية. يعني انت ممكن تحضر خطيب بيتكلم كلام في منتهى الجمال ومنمق احلى تنميق، لكن ما يهزش قلبك، تعجب بيه بعقلك وتنبسط او تبقى ما شاء الله ايه الكلام ده والفصاحه دي، وفي الاخر قلبك زي ما هو ما تهزش ولا دخل فيه حاجه ولا التعصب. ليه؟ لانه فيه تكلف. انما هات انت واحد بيتكلم كلام بسيط كده وطالع من قلبه يؤثر فيك تاثير شديد بغض النظر عن الكلام ده منمق او غير منمق، ودي مجربه ومعروفه. ويشبه هذا من طريق الحكمة، لأن الصلاة المطلوب منها أمران: الظاهر وتوفيته اللي هو الاطمئنان والحاجات وستر العورة واستقبال القبلة، دي حاجات ظاهرة في الصلاة لازم توفيها، وقد بينا العلة في ذلك آنفا. والباطن وهو الحضور والخشوع مختلف فيه بين العلماء، هل هو فرض في الصلاة أو شرط كمال؟ وشغل الخاطر بهذه التسبيحات ينافي الخشوع والحضور، فمن أجل هذه العلة لم يحد صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا إلا حقيقة الاعتدال. يعني النبي أراد الأول أنه يعدل ظاهرك، ما قالوش أوراد كثيرة ولا في الصلاة،
هو المهم عبد الظاهره. وبعد كده الاوراد لما يتيسر وتبقى شاعر بحاجه قلت ما تتكلمش. عشان كده معظم اذكار الصلاه كلها سنه ما عدا الفاتحه وما عدا التشهد والصلاه على النبي فيه والتسليم وتكبيره الاحرام. هي دي بس من حيث الاقوال هي دي الاركان. طب وبقيه الصلاه ما فيها كلام كتير تاني؟ ده سايبك بقى انت لحالك. ساعات تيجي تقرا سوره بعد الفاتحه، هي دي مش من اصول الصلاه. يعني لو قريت الفاتحه وركعت ماشي، تيجي تقرا سوره تلاقي نفسك مش عايز تركع، وتلاقي نفسك عايز تقرا السوره الفلانيه دي. ده وارد بقى من الله. امشي مع هذا الوارد وخلاص بلا تكلف. وانت بتسبح عايز تقول تسبيحه معينه، تلاقي ربنا يعني الهمك حاجه معينه دي. قولها. مش معنى كده انك انت اللي بيلهمك بيه ده انه افضل من اللي وارد في السنه زي عيال التانيين اللي مش فاهمين، لا، لان دي حاجه تلقائيه طالعه منك. احسن ما تقول كلام انت مش حاسس بيه، هو ربك عايزك. وعشان كده الرسول حتى في الطواف صلى الله عليه وسلم ما الزمناش بادعيه معينه في الطواف. انت بتقعد تطوف 7 اشواط ومشوار تقعد فيها بتاع نص ساعه مع الزحمه، ساعات تقعد ساعه ونص في 7 اشواط. اللي وارد كله في الطواف تقول ايه؟ ربنا اتينا في الدنيا حسنه والاخره حسنه وقنا عذاب النار بين الركنين. طب والساعه ونص دي؟ سايبك بقى فضفض لربك، قول اي حاجه. شوف، لان عايزك تعيش مع الله، تعرض حالك مع الله. شوف قد ايه. فالنبي مش عايز يعلمك ايه هي الاركان وما يشغلكش بالالفاظ الكتيره والكلام الكتير عشان ما يخرجكش من الخشوع ويبقى كل حظك قاعد تطبق عباره ما حفظت. الدعاء اللي انا حفظته ده كان بعد كلمه اللهم اغفر لي، كان قال ايه؟ كان قال اللهم ارزقني، اللهم انصرني. وانت ايه قاعد بتطوف بقى او بالصلاه؟ قاعد بتعصر في مخك كانك بتمتحن. لا، هو ربنا مش عايزك كده، هو الرسول مش عايزك تبقى كده. فهمت بقى؟ مش عايزك تبقى ايه مشغول في ضبط العباره ولا ضبط ما حفظت علشان تسمع. هو ربنا مش عايزك تسمع، ربنا عايزك تقول اللي انت حاسس بيه. فهمت بقى ازاي؟ ادي المعنى. عشان كده هنا في تعليم المسيء صلاته ما كلفوش ادعيه كتير. قال له ثم اقرا ما تيسر معك من القران واركع، وما قالوش هتقول في الركوع حتى تطمئن الركع وارفع حتى تطمئن. شوف بقى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعدل حاله ولا يكلفه باقوال معينه حتى لا يخرج الى حد التكلف. لانه ايه؟ وما انا من المتكلفين. النبي مش متكلف ومش عايز امته تتكلف. تبقى بتتكلف حاجه هي مش حاسه بيها، والا يبقى بيمثل. عشان كده من ضمن اسباب تحريم التمثيل انه تكلف، وهو ضد سنه النبي. يتكلف مثلا حال الرجل الغضبان وهو مش غضبان، حال الرجل السكران وهو مش سكران، حال الرجل الكافر وهو مش كافر، حال الرجل المجرم وهو مش مجرم، حال الرجل الصالح وهو مش صالح فاسد، حال الرجل الولي وهو من اعداء الاولياء. يبقى ده بقى تكلف، تلون. يبقى ده يعلم القلب النفاق، وهو اظهار ما ليس في باطنه. فتلاقي لما يعيش المساله دي ويعيش طول عمره كده ممثل 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 ويتقمص جميع الشخصيات ويبقى عنده القدره دي، ده يبقى منافق هراري بقى. شفت قد ايه؟ لدرجه ان يلاقي نفسه في وسط الصلاه قاعد يمثل على ربنا. يا سلام خشوع. وبعدين لما يخلص الصلاه تقول له ايه الخشوع ده؟ يقول لك لا وصايم. كله تمثيل في تمثيل، ما ينفعش. الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز الانسان اللي بالطريقه دي، ما يحبوش. الانسان المتكلف ده مش تابع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. خليك طبيعي عادي براحتك. ولا كمان تتكلف البكاء علشان يقول يا سلام ده بيسمع قران يبكي ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ هو يمكن بيعيط علشان مثلا درس ورد، او علشان عنده مغص، او الامام طول وهو عنده انزلاق غضروفي ومش لاقي كرسي يقعد عليه، قاعد بيعيط. يقوم ايه يقول لك والله مناسبة دي، انا عيط افرج عن الالم اللي فيا والناس تفتكرني راجل صالح ومتاثر بالقران، يلا اشتغل.
وبالاخر يقول يا اما جوه الصلاة افتكر بقى يوم وفات امه، واخد بالك؟ وكانت امه عزيزة عليه بقى، فابتدت الاحزان تتقلب عليه بقى، واخد بالك؟ ضهره وامه وحبايبه وعربيته اللي شدها الونش لانه كان راكنها صف تاني والامام مش عايز يخلص. كل ده قاعد يفتكره، قاعد يعيط، والناس تقول يا سلام خاشع ايه الجمال. تكلف كله ما ينفعش، الطريقه دي ما يحبهاش النبي صلى الله عليه وسلم. يحب تبقى الامور كده بلا تكلف وعباده لطيفه ويبقى ظاهرك كباطنك، بل بالعكس ده انت كمان لو ظاهرك زي باطنك والناس كده تعاملك وانت باطنك كويس تقول ايه؟ اللهم اجعل باطني خيرا من ظاهري. كمان لدرجه ان الناس الصالحين كان يحب يخفي حاله، يقوم يعمل بعض الحاجات اللي يلام عليها، يقول لك عشان اسقط من نظر الناس. شوف قد ايه. وفي مذهب كان اسمه مذهب الملامتيه، وهي طريقه من طرق التربيه اسمها طرق الملامتيه، اللي بيقرا في تواريخ التصوف كانوا يعملوا ايه؟ يقول لك في بدايه السلوك، مش طول حياته، ده في بدايه سلوك الاول من باب التربيه عشان يسقط قدره امام الناس، فبعد كده ما يبقاش يعمل للناس، عايز الاول يسقط قدرهم في قلبه، يقوم يعمل اشياء مكروهه مش حرام. خد بالك، في ناس فهمت ان الملامتيه يعملوا الحرام علشان يسقط، لا، ده يعمل المكروه ويبتعد عن المستحب امام الناس عشان الناس تقول عليه ده مش ورع، ده مش حريص على الطاعه. يوم يجي على القهوه اللي قدام الجامع والاذان بيتن، يروح قاعد يطلب شاي ورجل على رجل، اذان كل الناس بتدخل هو قاعد يشرب الشاي لحد ما الصلاه تخلص الجماعه الاولى، يروح داخل الجامع يتوضى ويصلي وتدخل ماشي. اهل الحي كله شافوه قالوا ده راجل ولا بتاع، مش بتاع خير ولا حاجه، ده راجل زي عوام الناس. يوم ايه؟ بتبدا يسقط قدره امام الناس، فاذا سقط قدره امام الناس سقط الناس من نفسه. بعد كده بقى يبقى جماعه اولى تمام، ما يجراش حاجه، لان هو بيعالج نفسه الاول، عايز يعالج نفسه، فاهم؟ ده المذهب الملامتي، وان كانت الطريقه الشذوذيه على خلاف هذا الاسلوب، لكن دي وسائل للتربيه، وسائل للتربية، قد تختلف انت معها ويختلف غيرك، لكن ما يجرش اي وسائل. المقصد انك ما تكونش من المتكلفين، ما تكونش بتعمل من اجل الخلق، خلي عملك من اجل الحق، ولا تعمل حتى من اجل نفسك. شوف قد ايه، لان ممكن العبادة تنقلب الى لذة، حتى العبادة تبقى لذة، يبقى انت بتعبد من اجل اللذة، ده انت بتعبد لنفسك بقى، تقوم تختار العبادة التانية اللي هي صعبة على النفس، ما تختارش العبادة اللي انت بتحبها أكتر. وانت عارف احنا تملي ندي المثال ده لحفاظ القرآن اللي تركوه ونسيوه. سهل أوي، يقول لك أنا عايز أختم في رمضان، يقعد برمضان دي يختم. لأن لما بيقرأ من غير ما يراجع ما بيرهقش ذهنه ولا قلبه. فسهل عليه. ويبقى من طريقه يقول لك أنا ختمت القرآن في رمضان 3 مرات. طب انت كنت حافظ القران ونسيه، طب رجعت منه قد ايه في رمضان؟ يقول لك لا اصل كنت مشغول في الختمه. يقوم يختار العباده الايسر على نفسه. ليه؟ لان مراجعه اللي نسيه صعبه، عايزه مجهود وعايزه انتباه وعايزه ايه؟ مراجعه باستمرار. فهمت بقى؟ دي عباده التنبله. ايها التنبله، ايها التنبل والتنبله. التنبل المذكر والتنبلة المؤنث، اخد بالك؟ والتنبل هو الكسلان، والكسلان في العباد يختار العباده الاسهل، ما هو العابد ما يختارش المعصيه في البلد، لانه راجل صالح ما يمشي المعصيه الحمد لله. لكن ايه الافه اللي تيجي للعابد ده بقى؟ يختار العباده السهله على نفسه ويبعد عن العباده الصعبه على نفسه. يعتكف العشر الاواخر في رمضان في الحرمين، حلو، تغيير منظر، وياكل تمر ودق او بتاع ويقعد هناك في الحرم ويشرب زمزم، شوف الناس بتطوف ويزور النبي، حاجات جميله. طب ومراعاة امه اللي مريضه سايبها هنا؟ دي صعبه على نفسه شويه. فهمت ازاي؟ مع ان مراعاة امه اللي سايبها مريضه هنا وهي ملهاش حد غيره يراعيها. يقوم يقول لك لا انا هروح هناك
ويسيب امه هنا جيران تراعي. ده راجل عابد جاهل بقى، ما يعرفش ان هو بقاه مع امه ويراعيها طالما ليست لها راعي غيره اكثر عبادة عند الله وافضل 1000 مرة من العمر والعشر الاواخر يقعد هناك في الحرمين. فهمت بقى ازاي؟ هذه الحكاية. يبقى انت لازم تسأل نفسك ايها العابد، انت بتعبد العبادة السهلة على نفسك ولا بتعبد العبادة الافضل عند الله ولو صعب على نفسك؟ ان كنت بتختار العبادة السهلة يبقى انت بتعبد نفسك وبتعبد لنفسك مش لربك. يعني انت بالعربي كده بلغة المصريين العوام اوانطجي. اوانطجي يعني ايه؟ يعني يظهر ما لا يبطن او يختار الادنى ويترك الاعلى. فهمت؟ قال الاوانطجي تحطها في القاموس. يبقى تاخد بالك ايها العابد اللي قاعد ماسك القرآن طول النهار تقول لي بختم وانت كنت حافظ نص القرآن ونسيته، العبادة الافضل ليك تقعد طول النهار تراجع في اللي كنت حافظ، هي دي العبادة الافضل وما تختمش. يقول لك شوف الشيخ بينهانا عن قراءة القرآن، اعوذ بالله، يروح واخد الشبشب ويمشي. خلاص ما يجراش حاجة سيدي، امشي خليك طول عمرك في العبادة الادنى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ عرضت علي ذنوب امتي، حديث صحيح، عرضت علي ذنوب امتي فلم اجد اشد ذنبا من رجل اوتي آية من القرآن فنسيها. شفت بقى؟ يبقى ده اسمه كلام. يبقى لازم حفاظ القرآن عبادتهم هو سهل أو يجيب السبح. يقول لك يا سلام هصلي على النبي 1000 مرة، النهارده يوم الجمعة ويوم الجمعة الصلاة على النبي جميل، ده النبي وصانا يا عم، يا عم الشيخ النبي وصانا. أيوة يا عم الشيخ النبي وصانا صلى الله عليه وسلم، روح صلي على النبي، الصلاة على النبي سهلة. مفيش تأشير، مفيش إيه حضور ولا يعني سهل. في حين إن هو اللي حافظ القرآن وسيلة النبي ما يرضاش انه يقعد يصلي عليه ويسايب القرآن نسيه. صح؟ يبقى اقعد بدل ما تصلي على النبي يوم الجمعه يا استاذ 4 ساعات، اقعد انت راجع في ال4 ساعات دي جزئين من اللي كنت ناسيهم. احسن عند الله وافضل. وبعدين وانت بتقرا القرآن كل ما تلاقي ضمير يعود على النبي صلي على النبي. اللهم صل على النبي. هتلاقي صليت على النبي كتير قوي طول ما انت بتقرا القرآن. كل ضمير وكف خطاب وأمر موجه للنبي، وكل ما يجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سواء بصريح العبارة أو بالضمير صلي عليه طول ما أنت ماشي صلي عليه. هتلاقي نفسك صليت على النبي آلاف المرات في كل خدمة. فاجتمع الخيران ولا لا؟ اجتمع الخيران. فهمت بقى يا أستاذ؟ راجل يكون بخيل شوية يوم إيه؟ يختار من العبادة الصيام، لأن الصيام بيوفر وجبة. جميل، حلو، بدل ما اكل 3 وجبات انا حصوم، يبقى افطر وسحور. حلو، الحمد لله، خلينا على الصيام طول السنه. اصوم، اصبح الصيام بيصومه لانه يوافق طبعه الايه؟ البخل، طبع البخل. تيجي تقول له ما تتصدق على جارك فلان ده ولا اولاد اخوك اللي مش لاقين ياكلوا ولا مش عارف قريبك، يقول لك يا سيدي ليه رب؟ وانا هشتغل رب للناس، ربنا ما ينساهمش، يا رب وسع عليهم بس يبعدوا عني. فهمت ازاي؟ جوه قلبه بيقول ايه؟ يبعدوا عني، يا رب وسع عليهم. يبقى في ظاهره بيدعي ليهم ومتاثر بيهم، وراجل طيب ما شاء الله، وهو عنده فلوس قد كده بس صايم عشان فيها توفير 3 كيلو لحمه في الاسبوع، وفيها توفير 7 وجبات في الاسبوع. الوجبه بتقف علينا ب 15 جنيه 20 جنيه، يا سلام يبقى 60 جنيه اسبوعيا موفرينه، والصيام عبادة حلوة، يا سلام. ده يصوم يوم لله؟ لا، ويقول لك ايه بالدليل؟ وعنده حديث جميلة. يبقى انت كده بتصوم لنفسك. يبقى العبادة الأعلى بالنسبة للبخيل مش يصوم، يتصدق. لأن دي الأصعب. فهمت بقى؟ العبادة الأعلى للبخيل مش الصدقة.
تيجي بقى للراجل المسرف اللي الفلوس في ايده كان يحب يصرفهم على الفاضي وعلى المليان، نقول له العبادة بتاعتك هو الصيام افضل ليك من انك تتصدق، لان الصدقة توافق طبعك. يحب المضحك ويحب يقولوا عليه ده راجل فنجري، ويحب مش عارف ايه، ويحب يرمي الفلوس كده في حرفالي وعلى المليان. طبيعته كده، في ناس طبيعتها كده حبش يشيل الفلوس في جيبه، تبقى بتغرسه كده. او ده بقى نقول له صوم احسن، وايه وحوش مالك واعتدل في النفقة احسن من انك تنفق، لان في ضوابط بقى في النفقة. تقول له ما تجيبش الا الضروري، ولا تصرف الا في الحاجيات، واترك التحسينيات. فاكهه جيب الفاكهه 3 ايام في الاسبوع بس. هو بقى بيحب كل يوم يجيب ايه؟ فاكهه. الثاني الراجل البخيل ما يدخلهاش بيته، واول ما يشوف الراجل بتاع الفاكهه يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاهم؟ وبعدين يرجع يروح لمراته عايز يرضيها، يقول لها على فكره انا مريت على الراجل بتاع الموز، قلت اجيب لكم 10 كيلو. تقوم تقول له ليه كتير 10 كيلو؟ قال لها يا ستي خلي العيال ياكلوا. هو ما جابش اصل ده حديث نفس، كل ده حديث نفس. فهمت بقى؟ فلازم الانسان وهو في عبادته يشوف العباده الاصعب عليه ايه، هي دي اللي ارجى ثوابا، والعباده الاسهل عليه ايه، هي دي الابعد ثوابا. وعشان كده قال كده في البرده. ما هو البرده دي على فكره قصيده سلوك الى الله للي يفهمها، مش مدح للنبي بس، ده بيبين لك ازاي تسلك الى ربك. اللي عاملها راجل سالك الى الله وواصل، وكان ليه مشايخ ربوه وفهموه، فصاغ كل خبرته في الحياه في البرج، وصاغ في وسطها كل محبته للنبي كمان. فبيقول ايه في المعنى اللي بقوله لك ده؟ وراعيها، يعني راعي نفسك، وهي في الاعمال سائمه، وهي في الطاعه. فان هي استحلت المرعى، يعني استحلت طاعه معينه، فلا تسدي، لا امنعها بقى من الطاعة اللي مستحلياها، دخلها في الطاعة اللي مش مستحلياها. شفت بقى ازاي تسوق نفسك؟ وراعيها وهي في الاعمال سائمة راعي. ما هو النفس دي تشبهها كالدبة، زي الدبة الحيوان، طول ما هو النهار قاعد يمشي بالارض يدور على خشاش الارض ياكل من العشب ده وياكل من هنا ويعمل كده. فهمت؟ فبيقول لك راعي نفسك، الدابة دي الحيوان اللي جواك ده اللي انت اصلا المفروض تبقى راكبه بعقلك، مش هو اللي راكب عقلك. فهمت؟ وراعيها وهي في الاعمال سائمة، وان هي استحلت المرعى فلا تسني، لا مسكها بقى، انت عايزة دي بتحبيه؟ لا تعالي بقى روحي للحتة المرة دي. سيدنا عمر كان فاهم المعنى ده، كانت نفسه تحدثه انه ياكل مثلا حاجة مسكرة، يوم يجيبش، يوم اتنين لسه نفسه بتقول له عايزين حاجه حلوه، حته كنافه كده لطيفه، اول ما جراش نفسه جوايا لا لا فيش كنافه. تقول له طب حلاوه حنين، ولا حلاوه حنين، طب حتى بونبونات، ولا بونبون. خلاص خلاص يا نفسي، مره اتنين تلاته اربعه اسبوع ما يديهاش، زودها بقى، زودتها عليه قاعده تلح، يقوم يجيب حته ملح يحطها فوق. عايزه حلاوه؟ عايزه حلاوه نفسي؟ طيب روح حاطط الملح، يروح تفهم. وبتقول له خلاص بلاش حلاوه كده كويس، مش عايزين حلاوه. شفت بقى اهلي عرفوا ازاي ربوا نفسهم؟ الصحابه عرفوا ازاي ربوا نفسهم؟ لانه بيراقب نفسه باستمرار. ما هو عرفوا الحاجات دي، الحكمه دي عرفوها منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي علمهم كده. وعشان كده يقول لك خالف النفس والشيطان واعصهما، وانهما ما حضاك النصح فاتهمي. حتى لو نفسك قاعده تنصحك تنصحك، واخد بالك؟ تنصحيني ليه يعني؟ انت مش عوايدك يعني معايا، ده انت طول عمرك مغرقاني يعني. يكلم النفس كانه بيكلم ضره. فهمت؟ يقعد كده يكلمها، تنصحيني قلبك عليا قوي، قوم نام بقى، انت صرفت كتير، اوعى تروح تصلي في مسجد الاشراف دول العالم يا عم، قطيع طول النهار، ما تكش دعوه،
الجامع هناك مسجد مش عارف الفلاني ده، يا سلام بيخلصوا الصلاة حتى قبل الأذان بصراحة كده حاجة جميلة، ويبقى صلينا واستريحنا ونلحق المسلسل. كل ده حديث نفس شغالة معاه وهو ماشي، فهمت؟ تقوم ايه؟ يعامل نفسه ازاي؟ لا هو مسجد الأشراف واجب عليك طول رمضان النهار. يا مجرمة يا نفسي يا مجرمة، يوم يجي هنا تهذيب وإصلاح. فهمت بقى ازاي؟ ابتديك هي للمعنى، هو ده المعنى، انك انت ايه؟ وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصر. يقول لك يا أخي هو إن لبدنك عليك حق، تقف ساعة كده طب ايه سورة البقرة يا عم البقرة؟ لا وإيه وينفخ لك ينفخ لك شفايف وكده، ده البقرة يقروها يا عم في ست ركعات. لا لا يا عم هو أنا يعني هو أنا بعت نفسي يعني ولا إيه؟ شفت بقى قاعد هو إيه؟ قاعد يطبطب على نفسه طول النهار. فهمت؟ لا الصحابة مش كده، الصحابة ما كانوش كده، يخالف نفسه يلاقي ايه في الخير على طول. وكان في راجل يحكى عنه ايام سيدنا عمر بن الخطاب، انه راجل كان عنده حكمة شديدة لدرجة انه كان يخبر الناس باشياء غريبة، وكان دعاءه مستجاب، ويهودي يهودي ودعاءه مستجاب، وتروح له اصحاب العلل يحط ايده على العلة كده ويتمتم كلمتين يخف. سيدنا عمر بقى ايه؟ قال ده الراجل ده هيعمل لنا فتنة. يقول لك ده اليهود فيهم أولية بقى، فين؟ تبقى فتنة. قام سيدنا عمر استدعاه قال له كيف وصلت إلى ما أنت فيه؟ قال بمخالفتي لنفسي. فقال له أما أنا لك أن تسلم؟ قال أسأل نفسي. فقالوا بعد يومين أسلم. قال عرضت الإسلام على نفسي فأبت فأسلمت. شفت إزاي؟ فكان مخالفته لنفسه سبب قبول دعائه وهو لسه كافر، وكانت سبب لحسن خواتيمه لأنه دخل في الإسلام. فهمت بقى المسألة؟ فكل الحاجات دي تعرفها وتحطها في ذهنك وانت في سلوكك إلى الله وانت في طريقك إلى الله. يبقى عنده الامتحان بعد أسبوع وهو المقرر سايب ممتلت على المكتب ما ذاكرش، يوم يجي للشيخ في الجامع ما عندكش عم الشيخ دعاء كده نقوله ربنا ياخد بيدينا كده وننجح؟ يقوم عم الشيخ يقول له شوفوا قل لا حول ولا قوة إلا بالله 314 مرة، يقرأ ياسين 70 مرة، وصلي على النبي بالصلاة دي 4444 مرة، في حين إن هو لو عمل الحاجات دي أكتر من مقرر اللي ده المذاكرة أسهل، صح ولا لا؟ لكن هو مكسر يذاكر لسه مش عايز. والله كان معايا دكتور يعمل كده في ايام الدكتوراه، ايه يا ابني؟ يقول لي اصل انا امبارح ما نمتش. ايه جاي هينام في اللجنه ليه يا ابني؟ اصل في راجل الشيخ كده طيب قال لي اقرا ياسين 70 مره بص تلاقي خلاص عقدك كلها تتحل. قلت له الحمد لله مش عرفت 70 العقد كلها مش هتتحل لانك ما ذاكرتش وجاي نايم، هتيجي تجاوب القلم يقع من ايدك ومش هتعرف تعصر مخك وتكتب كلام كويس. ودخل الدكتوراه 16 مره لحد ما زهق وفي الاخر تعاقد في السعوديه وسافر. بس ما شاء الله ارى ياسين في كل امتحان دخل 70 مره، ما شاء الله عباده حلوه ثواب برضه كبير. لكن احنا بنتكلم ثمره، عشان تحصد الثمره لازم تختار العباده الاصعب للطالب انه يذاكر المقرر بتاعه، صح ولا لا؟ هي دي الاصعب، وانه يحضر كليته وانه يواظب على المحاضرات، صح؟ هي دي العباده الاصعب. والاسهل عليه يجيب سبحه 100 ويقعد طول النهار يستغفر 100 مره الصبح 100 مره العصر 100 مره بالليل 100 مره قبل ما ينام 100 مره وبعدين بدل ما يصحى بدري يحضر المحاضره لا يصحى على الظهر ينام بقى براحته يبقى قطع. ولا بس انا ايه عندي الاوراق تمام، بقول لها تمام هدخل الامتحان هينزل عليه الوحي ان شاء الله. هو مش هينزل عليه الوحي ده، هو عايش بالوحي. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ لانه ماشي مع العباده الايسر وتارك العباده الاعلى. اهي ميزه بقى مشايخ الصوفيه يربوا ابنائهم على هذا المعنى.
فهمت ازاي؟ يوم ياخده من نفسه لربه على طول، لانه التاني عابد لنفسه. يوم اما ياخده للعبادة الاصعب عن نفسه اخده من نفسه لربه. فهمت بقى الطريقة؟ نشب. فربنا ينشرنا اليه يا رب. يا رب هل الخشوع والايه والحضور في الصلاة هو فرض في الصلاة او شرط كمان؟ وشغل الخاطر بهذه التسبيحات ينافي الخشوع والحضور، فمن اجل هذه العلة لم يحد صلى الله عليه وسلم في ذلك حدا الا حقيقة الاعتدال، فمن فهم هذا المعنى ابقى الحد فيه على ما حده صلى الله عليه وسلم، هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فهمت حكمة ان النبي ليه ما علموش أذكار معينة؟ عشان ما يشغلش خاطره في حاجة تخرجه عن الخضوع والخشوع الأول. فهم؟ وهنا بحث، وهو ما الحكمة بأن جعل مفتاح الصلاة الله أكبر، ثم فصل بهذه الصيغة المباركة بين أركان الصلاة. يقول الله أكبر يدخل في الصلاة، وكل نهاية حركة وبداية حركة يا رب يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اشمعنى الله أكبر؟ ليه ما يقولش مثلا كل مرة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ليه ما يقولش سبحان الله مثلا في كل مرة؟ أو يقول لا إله إلا الله أعلى الكلام وأفضل مثلا؟ ده اشمعنى الله أكبر؟ خدت بالك؟ إن قلنا أن هذا تعبد غير معقول المعنى فلا بحث. لو قلنا والله ده اختيار النبي، زي ما في ناس كده تريح عقليتك يقول لك النبي اختارها يا أخي، لو في أفضل منها ما كان الهل. قول كده تقول حاضر قلت لك ماشي. مش عايز ينفذ إلى حكمة الذكر واختيار، لا ده هو عايز يمشي مع قوالب الذكر فيحجب بالقالب عن المعنى. في نوعية عقول كده على فكرة، لكن في عقول تانية تحب بقى تفكر طب والذكر ده اشمعنى في الموضع ده النبي اختار قلنا ايه السر اللي فيه؟ فهمت؟ يبتدي بقى يفكر، عايز يخرج من العبارة للإشارة، لأن أهل الإشارة أهل أرواح وأهل العبارة أهل أجساد وحس. فهمت؟ وإن قلنا وهو الحق أن الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، فما الحكمة هنا؟ فنقول والله أعلم، لما كانت الصلاة توجها إلى المولى الجليل ومناجاة له كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم في قول فإنما يناجي ربه، ولقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل العبد في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، وقد قال عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله، وقد جرت الحكمة أنه لا يدخل على الملوك إلا بالإذن، وعند الإذن منهم يدخل عليهم الداخل بحضور قلبه ويلتزم الأدب ويعرف على من هو داخل أو يعرف على من هو داخل فجعل التكبير هنا دال على الإذن للوقوف بين يدي المولى الجليل ليحضر قلبه، كأنه بيذكر قلبه أنا حابب ربنا بقى، الله أكبر من كل، أكبر من مشاغلي وأكبر من نفسي وأكبر من أموالي وتجارتي وأولادي وزوجتي وأهلي واللي أنا فيه. كأنه بيذكر نفسه الأول. وجاء الإذن بهذا الاسم العلم الذي لم يشاركه فيه أحد من خلقه حتى يكون سببا لحضور حقيقة التوجه إذاك، والله تعالى أعلى وأعلى. كان بودنا نخلص كل الأوجه النهاردة، لكن إحنا دخلنا في شغلنا ما كانش إيه، نرجو من ربنا يجعل فيها خير على أي حال. والله تعالى أعلى وأعلى، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك نشكرك ونستغفرك، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.